Yeah. Don A. MC Legal. Take Family. me-rap.com. No name studio. دبل يهودي من عشيرة مسلمة بسانو زينو زانو من يختب الزمة لا ما أرحمه حتى علمه كيف أقف أمامي لما سوي ملحمة حضرتك اللي برا لكن ما في دي غباء حتى سميكم معه بقى شلل بالأسماء أخطاء أم لا وساكم ماشي بالأداء أنا فلوبي يرديك انت بقلبك شهداء تبون البطولة تعالوا شوفوني عندكم الليريك الميريك الفاكن جيز everywhere ساكن لما طيزة مستحيل ياخد رابر رجال اللي سطف الكلمات برعاية بيبي كير جسد مشكوك فيها مثل شرف ثارة فارس كل سالي بالتعذيب بكلمات فيك مارس قوة بصوتي تفتت الدخاء عشان كنت سبب اختيارك حتى لو حق اللي تلف حارس رابر عراقي بحت قبة في نحت قبة ملينا بتو مستباكم تحت تتم قد بطولة برا من ابو جولة لما سيزا امسينيو كشحتكم شح شح فقط بعيب ولا صحيح تتعلم سليقو دخل مجال الرب وصلت اللي بالفيسو بعض الحثالة شوه سمعة الرب العربي يوميا يوم يعرف حتى مع نفسي او رايك وراسك علامة دالة مثل نمو ناين جثتك منه نازة وهذا سبب تسمية قروبك صفر تسعة صفر انت تسعة بالصفر مستويات كل فاشلة فاشلة حتى موضوع قلت ما في حد بكم يعترض فقط مستوى واضح بينك السما بالارض هجولتكم لخير ضد لا تطلبوا هدنا منا لنا جايين ناخذ البطولة فرض MC Legal المعلم دوني صقاركم بيتشز تيك فاملي ساكن خلص البكالوريا ترى عمل شاق راسب وداخل بطولة فوق ضد العراق ما في ذكر ولا المنتدى بقد دراسة بزحف في اللولو حتى تسوي لك رابط العشاق ستوكر عيب عليك ولد قروبك تاخذ منهم فلوس عشان تسجل بطولة وانت تهندس لهم ملحن فاشل لا تحسب نفسك ملحن تركي يا ارماندو غنب لحنك بدون حقوق وصرت تبكي دبلو كم الف مرة ارماندو داس عليك ما زادك الا شهرة فخر لك ولقروبك قروب بالكامل بقايا حطم فوكينو وامسي امسي سامي بعد الجولة راح اطلع لك حتى بنومك ساكو بين ترجف قبل لا دسك السلمة تندق بالفام اللي راح تلقى عظامك متهشمة دبلو كويتي مالك مكان القروب سوري هذا القصد انك يهودي من عشيرة مسلمة واتفق قسوس بيك شوف من اللي رجع دوري نزل عزل ياكل غصم لحد البلعيك في الطمع وصلت الجولة ثانية يكفي دع القيادة لينا واسمع واستمتع وينه قلوا له وينه دبلو وينه خلي جيب من يجيب قدامي الله عينه سايكو زينا اسم غير مسمى لكن كل ظن بهالاسم يقدر عليه ترفع ايدك لا تحييني واحييك برفعة حاجب كذا العلاقه بيني وبينك الاستاذ بطالب تعتقد بسبب لونك لازم بالبطوله طالب مثل قط قارن نفسه بنمر للعندما خالد عاجب ولا معاجب تاريخك للمره الثانيه بينكتب بس هذه المره انا راح اكون الكاتب طلعت فولكن لنا من غير طائفه يا خراجي المشوار كبعر عليكم ترى ابو شارع هندسك مملة كلها فلا ترسل غير الطريقة لعبتك ما تشوفها يا ابو دفلا يا قح ما تستحق الجنسية سورية انا دافع عن بلدكم قد عدد الدسات اللي عليا من قد ما صدتكم منو تسمع تتواكم بالباتروم دوني نازل ضدكم حضروا لطيازتكم اللي انطاك البنشات للأسف من عنده بيه بعد اللي بطلع عقبي يكنكب السحب الجنسية سامي يتمنى يغني مع ارماندو جون الحقق حلمه يجيب يتلزق بحيدر كل يوم جاي يكلمه عايش على الفيتات ما عنده ولا غليجة سنجل اعطيك دستر من اللي هانا بيك خير وتدلل كم مرة شاركم فيها حربي يسحب عليكم طحتكم من اللي بيكم كفوا قلوا لي من اللي بيكم تركب يملك غرفة صغيرة من غرفة كلبي مسميها ريك جروب زك هل قد ما يرفع النفسهم حسيتهم يحتاجون جك ترى خيركم ما لاقي لنفس اللي ما ياكل لا تدعي بالشهرة ترى القحبة مشهورة بكثر ما تاكل ستوركر يتلزق بالماسترز عشان يبيع الحال مستعد يجي من سوريا لبغداد على مود فلسان سبب خروج هاسكوت للأسف ما أقدر أقوله ممنع سبت الأهل والدفهم قبل طم الرجولة هذي مو بطولة كبرى عن منفاضل بسبب كل مواجه اسم يطلع خصم فاشل 9 دقائق بالجولة الأولى خوف فاضح ساعات حينزل ضدنا الأمر واضح ضعفكم أضعف ضعف الإنترنت بالعراق ما تقدروا توقفوا قدامنا تشكم بيكم انزلاق دفل ضايج يعني ممنع سب الأهل التعبيرة متعود على الإهانة ماكو خيرة ستوكر حبيبتك حلوة بيها نيتشا يا سلام بس بيك فاشل ما تخليه هيجي ذوقها بكلام احنا فقع مو سكام لسان ما بيعظم بس يكسر عظام وتام خصمك عراقي يعني الفوز انسى حبيبتك
الصوت ودي الحسها واذا نيتها قطع شرايين كسها وخليها ما تعترف بخير عير العراقي لان عير راقي بالدسا تعذروني انسى اخلاقي لا تتكابر وانت عايش على اندومي كل اخانيكم الهادف ما تجبر ربع البومي ما يفرج سنونه لعب نفسي لونها اصفر لما يضحك يقلب وجهه تاكسي وتفلى مو والد 91 عارفين قصدي بطوله رتب عسكريه وتشر بسطه جندي اسمع زق مثل مسكب وتفلى ما تخوف كلبي سامي كثر روحه يدخل التيك تشلب بي شلون كونكشن وعلمت بنات بعتوا صحبه ستوكر اصعب من لحم من بعد وسواس القحبه هذا مو خوف تعالوا نحو الطشات تمسي ليقا باف تنعيقه بالنزول الدسات سكر مش حسيت لما غنيت فتات المطر دخلت الرف في خطر يا عاشق الانظار وتفلى لما انطقت صدام حسين ينهار سايكو مسوي كاتب ترى حبرك من خبار اعتزل الغناء تنفع تطلع بنشرة اخبار براس امسي سامي يعتبر من الاقمار يملك فتحه بالسن مثل اشطال الفور اربع رابرز نفس النمط تكم سكان الصين يشبه نفسه بالحوثي هو الشخص حامل الدين واحدكم ياكل من لحم صاحبه لو جاع استكل لو يحتاج فلوس للصديق باع الفرق بين وبين احنا قاده وانتو اتباع احنا نفرض مبادئنا انتو حسب الاوضاع سيكو تشوفوا بحديقه الحيوانات لو ضاع